Représentant Algérie. Representing Algeria. 来自阿尔及利亚的 Amar Benikleff. Amar Benikleff. عمار بن يخلف بحركة إيبونسيوناغي لكن خارج البساط شي اللي يخلي الحكم أنه ما يحتسبش هذه النقطة تقنيات كبيرة يقوم بها هذا المصارع الجزائري اللي يتميز بلياقة بدنية كبيرة لكن 10 ثواني فقط هي لصالح عمار بن يخلف يجب أن يحتفظ بهذه النتيجة يوكو 5 نقاط 7 ثواني على نهاية المنازلة الدور الأول لعمار بن يخلف أمام المغربي محمد العصري الذي يحاول أن يعود في النتيجة من خلال مسكة جيدة ويتعرض عمار بن يخلف إلى إنذار بسبب عدم العمل في هذه الثواني الأخيرة ويفوز بالدور الأول أمام المغربي محمد العصري بعلامة يوكو أي 5 نقاط وهكذا عمار بن يخلف يجتاز هذا الدور بكل سهولة أمام المغربي محمد العصري عمار بن يخلف اللي فاز بهذه المنازلة عمار بن يخلف هو في الدور الثاني يلتقي بالإسباني دافيد ألارزا الذي يظهر على الصورة باللباس الأبيض 31 سنة هذا الإسباني مرتبة 21 في الألعاب الأولمبية لأثينا مرتبة 36 في البطولة العالمية 2007 عمار بن يخلف هو المسكة المعتادة مسكة قوية فوق الرأس يحاول البحث عن هذه المسكة كيميكاتا بكل حذر عمار بن يخلف أمام هذا الإسباني صاحب المركز الخامس في البطولة الأوروبية لهذا السنة عمار بن يخلف 26 سنة وبالفعل يتلقى الإسباني إنذار شيدو الشيء اللي يسمح للجزائري عمار بن يخلف الذي يحاول أن يدخل بحركة إيشيماتا لكن بدون تسجيل أي نقطة دائما مسكة على اليسار لعمار بن يخلف ما فيش عمل كبير يقوم به المصارع الإسباني دافيد ألارزا يعاني كثير أمام قوة عمار بن يخلف لياقة بدنية عالية يتميز بها هذا المصارع الجزائري الذي اجتاز الدور الأول بكل جدارة أمام المغربي محمد العصري وها هو فايز لغاية الآن وتبقى دقيقتين فقط على نهاية هذه المنازلة يحاول عمار بن يخلف أن يدخل بموروتي السوناغي لكن دائما على حافة البساط لكن يوجد صعوبة يدخل بحركة كاتاغوروما ويسجل من المفروض أن الحكم ربما يعطيه يوكو وهو كذلك يوكو أي 5 نقاط ويعطي إنذار للمصارع الجزائري عمار بن يخلف بسبب عدم العمل في هذه الدقيقة والثواني الأخيرة من بعد الدقيقة يصبح لصالح المصارع الإسباني محاولة دخول بحركة طوموناغي من طرف عمار بن يخلف لكن بدون جدوى توجيهات المدرب أحمد موسى لعمار بن يخلف يجب عليه أن يحتفظ بهذه النتيجة اللي هي لغاية الآن لصالحه يحاول كل مرة عمار بن يخلف يدخل بحركة إيشيماتا يتلقى إنذار آخر المصارع الإسباني دافيد ألارزا ويحاول عمار بن يخلف أن يدخل بحركة إيشيماتا لكن دائما عمل عمار بن يخلف يتواصل خارج البساط الجمهور الإسباني متحير كثير
على انهزام دافيد المصارع الإسباني. إلى غاية الآن دقيقة فقط على نهاية هذه المنازلة، المنازلة الثانية، الدورة الثانية للمصارع الجزائري عمار بن يخلف. للمرور إلى الدورة المقبل، محاولة حركة توموناغي ويسجل من خلالها عمار بن يخلف إيبون، أي 10 نقاط كاملة في هذا الدور الثاني أمام الإسباني. المنازلة الثالثة لعمار بن يخلف تجمعه بالمصارع من سويسرا سيرجي شواندن باللباس الأبيض. وحاول منذ البداية لعمار بن يخلف الدخول بحركة طوموناغي، لكن دائما عمار بن يخلف تتواصل الحركات تاعو خارج البساط. المصارع السويسري سيرجي 33 سنة، مركز 21 في أولمبياد أثينا. يحاول بن يخلف يمرر هذه المسكة ودخول سيرجي بكاتاغوروما، لكن عمل خارج البساط. عمار بن يخلف يحاول يدخل بحركة كاتاغوروما، لكن ما فيش عمل من طرف المصارع السويسري. الشيء اللي نعم يترك الحكم أنه يعطي إنذار لهذا المصارع السويسري، ويفوز عمار بن يخلف بعلامة كوكا، أي 3 نقاط، بعد ما تلقى المصارع السويسري سيرجي إنذار نقص 3 نقاط. ومحاولة عمار بن يخلف الدخول بحركة طوموناغي ومواصلة العمل فوق البساط. 10 ثواني فقط على نهاية هذه المنازلة. محاولات من طرف السويسري سيرجي للعودة في النتيجة، لكن بدون جدوى، بدون جدوى أمام الجزائري عمار بن يخلف الذي يجتاز هذه الأدوار الثلاثة بكل جدارة. بعد ما فاز على المغربي ثم الإسباني، ها هو يفوز على السويسري سيرجي ويمر بكل جدارة إلى الدورة نصف نهائي. يعني أنه عمار بن يخلف لو فاز في الدورة المقبل راح يمر مباشرة إلى الدور النهائي، ولو انهزم راح يمر مباشرة للطباري على الميدالية البرونزية. إذا هنيئا لعمار بن يخلف لهذا الفوز. سيدتي سادتي، الدور نصف نهائي للمصارع الجزائري عمار بن يخلف الذي يظهر على الصورة بلباس الأبيض، يجمعه بالفرنسي إيف ماتيو باللباس الأزرق. في حالة ما إذا انهزم عمار بن يخلف بهذا الدور سيتبارى عن الميدالية البرونزية، لكن نتمنى الفوز لعمار بن يخلف واجتياز بكل جدارة هاتي المنازلة التي تجمعه بالفرنسي ماتيو إيف باللباس الأزرق. حذر كبير من عمار بن يخلف الذي يحاول أن يدخل في المنازلة من خلال المسكة القوية والمثلى الكوميكاتا فوق الرأس لتمرير بعد ذلك حركة من حركته المفضلة. لأن محاولة باليسار، لكن الفرنسي يخرج بكل سهولة من هذه المسكة. دقيقة واحدة فقط على نهاية هذه المنازلة اللي تبقى متعادلة أمام الجزائري عمار بن يخلف والفرنسي ماتيو إيف. يحاول عمار بن يخلف يسيطر على هذه المنازلة، يحاول يدخل بحركة سحب الساق ومرة دياشيباري، لكن بدون تسجيل لأي نقطة. ويبقى الفرنسي إيف ماتيو يعاني كل مرة، يعاني من القوة البدنية لعمار بن يخلف. 39 ثانية فقط، يلا يا عمار، يلا يا عمار، في هذه الثواني القليلة بإمكانك المرور إلى الدور النهائي، فأنت لديك كل المؤهلات لتخليك تمر إلى الدور النهائي. يبقى دائما يبحث على ويدخل بحركة كاتاغوروما، كاتاغوروما يسجل من خلالها، يسجل من خلالها عمار بن يخلف إيبون وعلامة كاملة 10 نقاط ويمر إلى الدور النهائي. فرحة كبيرة عند المدرب أحمد موسى وكذلك كل المصارعين المتواجدين بمدرجات هذه القاعة. إذا عمار بن يخلف الذي لحد الآن ضمن الميدالية الفضية، نتمنى فقط أن هاتها الميدالية
تتحول إلى معدن آخر، إلى ذهب، إلى لون أصفر. هذا ما نتمناه للمصارع الجزائري عمار بن يخلف الذي يبكي كثيرا، وجاء إلى هذه الأولمبياد تكهنات الاتحادية الجزائرية للجيدو، أن اثنين من المصارعين ربما تكون واحدة عند الإناث واحدة عند الذكور، ها هي تكهنات الاتحادية الجزائرية تتحقق ميداليتين برونزية عند سورية حداد وكذلك فضية لعمار بن يخلف، نفس الإنجاز الذي قام به عبد الرحمن بن عمادي في 2005 والميدالية الفضية للجزائر في البطولة العالمية. ها هي ميدالية أخرى وفضية في أولمبياد بكين 2008، ويتحقق حلم الجيدو الجزائري وحلم الرياضة الجزائرية، ميداليتين لحد الآن للجيدو الجزائري وللرياضة الجزائرية في بيجين 2008. هنيئا لك يا عمار بن يخلف، هنيئا لك، ونتمنى أن هذه الميدالية تتحول إلى معدن أحسن من هذه الفضة، إلى مركز أول في النهائي الذي سيجمعه بالمصارع من جورجيا. وهذه الحركة إعادة حركة كاتاغوروما التي من خلالها سجل بكل براعة وبكل قوة وبكل سرعة وبكل مرونة عمار بن يخلف علامة كاملة 10 نقاط، أي إيبون، واجتيازه هذا الدور النصف نهائي والمرور إلى النهائي. فرحة كبيرة وقوة عند المصارع الجزائري عمار بن يخلف. السلام عليكم. الحمد لله ربي وفقنا باش تحصلنا على المرتبة الثانية هذه، كنا مادا بينا كون دينا ذهب، من الحمد لله. وهذه الميدالية نهديها كاع الشعب الجزائري وكاع اللي عاونوني وكاع اللي وقفوا معايا، سورتو ما فهم. أعطت دفعا مميزا ونكهة أولمبية خاصة أكدها وجسدها لنا المصارع الجزائري عمار بن يخلف على البساط في وزن أقل من 90 كيلوغرام، وذلك من خلال نيله لميدالية ثانية بمعدن آخر، هذه المرة كان من فضة في ثاني مشاركة أولمبية له بعد أثينا. فيا لها من ميدالية ويا له من تتويج ثاني سيدخل في السجل الأولمبي الخاص برياضة الجيدو الجزائري. ميدالية فضية قادتنا إلى مسقط رأس المصارع الجزائري بمنطقة بوبصيلة. من جهتهم أبناء الحي استقبلونا على هذه الطريقة الحراشية، ففضية عمير على حد قولهم كانت كافية لتنسيهم حرارة الطقس. اليوم نورمال بوكار نحن حرارة رانا نسينا في الجزيرة تاعو، فكي جاتنا هاد النتيجة رانا مكاش كاع رانا نسينا نسينا الحر نسينا كلش رانا بزاف رانا فريمون كاع نسيناو في هاد النتيجة، يعني فريمون يعني حاجة كبيرة كاع جينا ولدان كاع. Come on.
ماشي مبروك عليهم، مبروك على الرجاء تاع ربك والجزائريين، كنا نتمناو لهم الهدية، باش الحمد لله في الدنيا تعدى عليها بزاف، باش تحاولوا تفرحوا لهم، أخويا كل شيء مبارك عليك. اليوم نورمال ما كان في الحرب ولا رانا نسينا في الجزيرة تاعو، بصح كي جاتنا هذه النتيجة رانا ما كانش كاع رانا نسينا نسينا الحرب نسينا كلش، رانا هايلين بزاف كاع. رانا احنا مبروكين فيكم هذا هو كل شيء نتاع الحكومه نتاع الصغار هذول اللي تشوفوا فيهم هذا تنس بوا تنس بوا يعني الحق فريمون انا كاع نتسناو في هذه الدقيقه يعني فريمون يعني حاجه كبيره كاع جينا والجاير وكاع يعني ونطلبوا ان شاء الله يعني خير من هذا الحاجات صافي بليزير لينا لان واحد كيما بني خلف عمر شرفنا الحومه شرفنا الجزائر لاجيري كاع يفيك الحمد لله ان شاء الله هكذا ان شاء الله اكثر من هكذا ان شاء الله زيدي كيما عطانا لينا زيدي يعطي الاجيال الاخرين ان شاء الله صافي بليزير فرحنا حنا كديجان وفرحنا يماتنا وفرحنا بابانا وان شاء الله كيما فرح الحومه يجي ربي يفرحوا ان شاء الله بشكل عام انا فرحانه كل الجزائر لو تمناه بميداليات فخر هذا الشوي تاعنا فرحنا وحقق انجاز لواحد ما حقه في الجزائر تما ما جامي واحد دار هذا الميداليه في الضيافه الالعاب الاولمبيه عمي مروسكا الله يبارك فرح الشعب الجزائري الامه العربيه كامل الله يبارك عليه وش اللي داروا النتيجه اللي هو ساهم هما بوسيدو حقوا ميداليه ذهبيه وهذه هي الحمد لله على سيدي دارو فرحنا البلاد وفرح الشعب الجزائري وان شاء الله ربي يحفظك. وش مبروك عليك يا خويا وراك شرفتنا وشرفت البلاد ويعطيك الصحة وان شاء الله تروح من بعيد لبعيد وطلب من السلطات تمنى تواسب تشوف ليه بزاف تنظر ليه بزاف وش نقول له كل شيء مبروك وشرفنا وشرفت البلاد. هذه الميدالية تعبر على نفسها لأنها ميدالية فضية في هذا الحجم تاع المستوى تاع البطولة ما عنديش تعبير تاعي نظن باللي الرياضية كشتو حتى المنازلة النهائية ما كانت سهلة للجورجي يعني صاب صعوبة كبيرة مع الرياضي تاعنا وإن شاء الله هذه فرحة لجميع الجزائريين ولجميع الرياضيين وخاصة رياضة الجيد. أنا والله ما نجمش نعبر هذا الشعور تاعي بكل صراحة وهذه نتيجة تاريخية وخاصة في 2005 في 2500 طلعنا في نيفو مونديال وكنا ننتظروا النيفو أولمبيك والحمد لله وصلنا وهذا من جهد العمل والجهد إمكانية المسؤولية عطاه لنا وتحية الجزائر بارك الله فيكم. أنا اللي فرحان فرحان بهذه الميداليات. هذا مكان. J'espère que d'autres médailles arriveront dans d'autres disciplines. Je suis très satisfait, très heureux. Et je suis très heureux. السيدة من الجوز تقدر تقول لنا اللسان يعجز عن التعبير سي دريس نظن باللي الكل رانا يعني في الفرحة ما قدرناش نكلموا ولا حاجة وإنما نجاح هذا لا ميداي بوغ تو لي زالجيريان كل الجزائريين بدات الفرحة السورية وكملها بني خلف وإن شاء الله غدوة وسي مازلنا الأمل غدوة إن شاء الله. والله لحظات تاريخية تشرف الجزائر والراية الجزائرية في بلد كبير كالصين وهذا دليل بأن الرياضيين الجزائريين قادرين على خلق المعجزات وموجودين شباب جزائريين يستطيعون أن يتألقون على المستوى العالمي وحتى على المستوى الأولمبي وهذا مفخر الجزائر هنيئا للجزائر مرة أخرى. كل الجزائر في أوج السعادة ونظن باللي هذه النتائج اللي تحصلوا عليهم سوريا حداد وبن يخلف احنا نفتخروا بهم ويبينوا بان الشبيبه الجزائريه عندها طموحات وعندها امكانيات كبار. هذه المرحله هذه بينت باللي لازم نديروا ثقه في الشبان هذو ونعطوهم كل الفرص باش يتحصلوا على النتائج وعلى الطموح تاعهم وعلى حتى الى نقدر نقول على الاحلام تاعهم لان كلهم يحبوا يتحصلوا يتقدموا ويتحصلوا على نتائج وراكم شفتوا باللي كي تكون فرصه كي تكون شويه يعني دعم وكي يكونوا مسؤولين يعني عندهم ضميرهم نظن باللي كل شيء يكون على ما يرى. اليوم كانت في بعض الاحيان الناس تتكلم بعض من الناس تتكلم تقول باللي ما يكونوش نتائج، النتائج تقول لان الجزائر هي الجزائر بكاش يعني اللي يقدر يتكلم في الجزائر هي عظيمة شعب عظيم ودولة عظيمة
Thank you.
خرج راسك يا ولد. بس دوك يحبس يجيبو خالم قوطي قال يجيبو بالعقل
هابط ما هابط من الله هابط من Thank you.
محمد. قاري كيما البلدية قاري. صافا 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 مو. روح روح. Thank you.